بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهارده موقع من اشهر مواقع القواميس الموجوده على النت، وهو موقع اسمه dictionary.com. اوكي، الموقع بيتميز بان انا في عده بدائل، في مثلا هجيب كلمه فاليديت على سبيل المثال عشان اشرح عليها فاليديت. اوكي، وبشوف اما ان اجيب لها ديفينيشن بالمنظر دوت، او ان اجيب لها المعنى المرادف بتاعها او الترانسليشن لاي لغه تانيه. فمثلا الديفينيشن بتاعها زي ما هنشوف دلوقتي مع نطقه الكامل من خلال الضغط على السماعه، ونقرا ازاي، اقرا لو كلمه طويله اقراها ازاي سواء مقطعه او كونتينوس. كمان بقدر اجيب اكزامبلز، بقدر احطها، دي بتفيد جدا الطلبه ان هو يقدر يخش على اكزامبل يحط الجمله او الكلمه في جمله مفيده من المنظر دوت. علاوه على كده ان انا اقدر كمان ان انا اشوف المعاني بتاعت الكلمه. افضل طريقه رؤيه المعاني المرادفه للكلمه او العكس بتاعها هي ان انا ادوس على السينونيمز هنا، وبقدر اخش من خلالها ان انا احدد حسب درجه الصعوبه. مثلا بيعلمني الهايلايت على الكلمات اللي هي اقرب حاجه، ماشي، او من حيث طول الكلمه نفسها بقدر اجيبها بالمنظر دوت. وكمان العكس بتاع الكلمه الاوبوزيت بتاعها ممكن اجيبه واعرف الكلمات ازاي. وطبعا ممكن ارجع الكلام ده كله للديفولت بالمنظر دوت. اصبح كل دي يعني بدائل للكلمه او عكس الكلمه، بدائل لعكس الكلمه. كمان اقدر اجيب الترانسليشن بتاع الكلمه الى لغة تانية ولتكن اللغة العربية بالمنظر دوت. فاحنا قدرنا نقدر نجيب المعنى بتاع الكلمة باللغة المناسبة ليا. كل ده في خلال الموقع اللي اسمه dictionary.com. علاوة على كده كل يوم لو انت دخلت ايميلك وسجلت بيجيب لك كل يوم word of the day، وبالتالي كل يوم تقدر تسمع تعرف كلمة جديدة. ده كده اقدر اقول التوتوريال الكامل عن